صراحه حاجه مزيانه حيتاش اصلا كنا كنقنطو كنا كنمكرهناش فين الديفوله وهذا وجات مع الصيف هي هذيك زعما مزيانه 8 يعني ما كانتش لا ماشي كافيه ماشي كافيه مره سورتو في رمضان سورتو ماشي كافيه وال11 مزيانه لا ال11 مزيانه الصراحه وما كرهناش نزيدو دابا الصيف راه واحد كيلقى يجلس غير في الزنقه ما يدخلش مثلا في الصيف باللي شي ساعه دائما الدار مثلا ولا شي حتى كيبرد الحال يعني حتى ل 8 عاد يقدر الواحد يخرج مع الخدمه مع هذا عاد يقدر يخرج كتخرج الوليدات ضروري ضروري والصيف هو التفويجه ماشي علاش فرحانه دابا حيت كتخرج مع حتى ال11 فرحان ها قبل ما كنتيش ملي ما كنتيش كتخرج كيفاش كنتي كتحس مع الصبا مع الصبا ودابا فرحانه مع من كتخرج ماما وبابا وخاي واخا ملي كتخرجوا فين كتمشيو كنتعرف في اي موطه اي موطه خصك يبقاو 11 ولا خصك يزيدوا فوق 11 فوق شنو الساعه فوق 11 12 اي ساعه خصك دماغنا يا عجبك الحال يا خصك يخليوها حتى 11 ولا يفوتوا 11 يفوتوا شنو الساعه 11 اي موطه المهم يزيدوا بقاو فاتحين دائما ما تشدوش يا تينا كتكون فرحه ملي كيكونوا مفتوح ملي كيشدوا كتعصب صافي ما تعصبوهاش شكرا بزاف كيفاش مضخمه خاوه 11 مضخمه ولكن من احسن يفتحوا غير 11 من غير اي حاجه من احسن يفتحوا ونص بحال كتبدا التريني كتسخن شي حاجه المخزن كيجي لعندك يقول لك صافي الساعه ديالك سالات دابا بعدا المهم شويه شبعنا فهمتيني كتبقى تريني حتى ل 11 عندك واحد جوج ساعات المهم كتريني فيهم كنت 8 كنجيو من الخدمه وهذا ما كنجبروش كيسخر معك الله ربا كتجي كتهو التريني يعني جوج ساعات المكان مكافينك فهمتي ضروري خصك الوقت وهذا القرار يعني مزيان بالنسبه لي اللي فهمتيني هم يعني بالنسبه بزاف ديال الناس لا عسك دابا حنا خدامين كتسخر الستة السبعة ملي كتجي هيدا كتجي للدار كترتاح شويه هيدا كتسمع لي ضربات السبعه السبعه ونص ما كيبقى لك الوقت لا تصغير لا تريح في قهوه يعني كيبقى لك حتى شي حاجه كتشبر كتنعس ولا كتجينا غير شي دوره هنايا كتجبر لي هذيك 8 ان شاء الله كتسخن شي حاجه كيجي المخزن كيقول لك يلا وهذاك الشيء اللي كاين فهمتيني دابا 11 هذا القرار يعني مزيان يعني من الصالح ديالنا في صالح بزاف ديال الناس فهمتيني تقهاوي بعدا يخدموا فهمتيني بالنسبه مزيان هذا القرار الخاوه بالنسبه حنا مزيان البيع والشرايا كنترزقوا الله فهمتي هذا هو الاساس حنا طالبين غير نترزقوا الله الشباب ضايعه انت كتشوف كل شيء كياكل ما هادشي هادشي هذا راه عايشه منه ام هادشي لقينا والله ما نكره يخلني ولي فاتكات على فانتكات حق الرب هنايا والله لان الكورنيش راك كتعرف كي داير الاجواء فوقاش كتكون مزيانه في الصيف هي اللي تقرر بعدا شويه ماشي فحال اللي كان في الاول ديال 8 فحال اللي فهمتي على ان شاء الله كتجي من الخدمه كتبغي تخرج تضرب في القهوه ولا شي حاجه كيقول لك تخرج هاد 11 جابوا بحال نقول لك شويه والسلام جادونا ديك جوج ساعات الحمد لله وحنا ما كذبش عليك ما كرهنا شي خلي وايد 24 ساعه على 24 ساعه خرجوا وندوروا حنا كتفكروا نيش براي هنا بلاي كيكون عامر وبنادم كيترزق الله فهمتي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.